من تصورين بحفلات الأعراس والمناسبات، احفظي المقاطع بمكان خاص محمي برامج سري. لا تخلين جهاز الهاتف بيد الأطفال لأنه ممكن ينشرون بدون ما أنت تدرين وبدون ما هم يعرفون. لا تبيعين أي جهاز كان بيه صور أو مقاطع فيديو حتى لو محذوفة، لأن أكو برامج ممكن ترجعها من جديد. تأكدي قبل ما تنشرين أي محتوى إذا كان رح يسيء إلى وضعك الاجتماعي، لأن ما مقبول عندك ما مقبول عند غيرك. تذكري دائماً إنه يوميات حياتك شيء خاص بيك مو مباح للجميع، فلا تنشريها. لا تأمنين بأي شخص حتى لو صديقة أو قريبة وترسلين صور ومقاطع فيديو، لأن ممكن تتسرب للنشر.